طبعا المرحلة الأولى في هذه العمليات هي انتقال حجاج التروية إلى منى، وهذه تبدأ طلائع الحجاج في الوصول إلى منى من بعد صلاة العشاء الليلة، ولكن الذروة الحقيقة في النسبة الكبرى من الحجاج التروية يتحركون من بعد صلاة الفجر يوم غد الثامن من ذي الحجة، ونتمنى إن شاء الله أن يتسهل أمر وصولهم إلى مشعر منى. في ذات الوقت طبعا حوالي 3/4 الحجاج يعني يفضلون قضاء يوم التروية في منى، وبالتالي الانطلاق في صباح اليوم التاسع من ذي الحجة إلى عرفات، في حين أنه حوالي 25% من حجاج بيت الله الحرام ينطلقون مباشرة من مواقع إقامتهم في العاصمة المقدسة إلى عرفات، وهؤلاء طبعا يقومون بهذه الرحلة اعتبارا من صباح أيضا يوم غد الثامن من ذي الحجة.